السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام من الرافدين. من أبرز علماء العربية في اللغة والأدب في بلاد فارس والمشرق الإسلامي في عهد الدولة البويهية؟ وماذا قدم الأتراك بعد إسلامهم للأمة الإسلامية وللعلوم الإسلامية أيضا؟ سنناقش ذلك في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية في تركيا وبلاد المشرق الإسلامي الجزء الرابع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في تركيا وبلاد المشرق الإسلامي في الجزء الرابع. نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا مشاهدينا الكرام بضيفنا هاتفيا من مدينة ورقلة في الجزائر، دكتور محمود بن راس، أستاذ اللغة العربية المساعد بجامعة جيرسون التركية. حياكم الله ومرحبا بكم دكتور محمود. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. وسيكون أيضا لاحقا معنا عبر سكايب من أنقرة الأستاذ الدكتور يعقوب جوالق، أستاذ اللغة العربية بجامعة أنقرة يلدرم بايزيد. ونبدأ من دكتور حمدي، حدثنا أستاذنا متفضلا عن الدولة البويهية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. طبعا الدولة العباسية كانت في العصر الثاني الذي يسمى بعصر الدويلات، يعني كان للنفوذ الفارسي أو التركي أو غير العربي كان له نفوذ كبير بعدما ضعفت الخلافة العباسية. نعم صحيح. فكانت يعني تقوى أو كان يقوى بعض الأمراء ويتخذون من بعض المناطق حكما لهم مع الخضوع للخليفة العباسي وإن كان ظاهرا. نعم، من هذه الدويلات الدولة البويهية. الدولة البويهية يعني استمرت لمدة أكثر من قرن من الزمان، من سنة 21 و300 من الهجرة إلى سنة 47 و400 من الهجرة. والملاحظ أن أغلب هذه الدويلات يعني قرن وشيء يسير وتضعف وتزول. نعم وتنتهي. صحيح. سبحان الله، يعني وكأن الأمور في الأمور التاريخية القوة تبقى لمدة قرن ثم تضعف. سبحان. إلا ما ندر. نعم. صحيح. هذه الأسرة تنسب إلى بويه بن فن خسرو الديلمي الفارسي. إذن بويه هو تقريبا مؤسس هذه الدولة. تنسب إليه. نعم تنسب إليه. لا حكمت هذه الدويلة بلاد فارس وبلاد العراق لمدة تزيد عن قرن طبعا، وهي أسرة من الأسر لها ما لها وعليها ما عليها. طبعا المؤسسان لهذه الدولة هما علي بن بويه والحسن بن بويه، وكان فيهما سيادة ومداراة وحلم. لكن الجيلين اللذين أتيا بعد ذلك لم تكن فيهم هذه الصفات، وكان فيهم بطش وقسوة وتعصب للمذهب الشيعي، لأن الدولة البويهية كانت دولة شيعية. ظهر أولاد بويه الثلاثة علي والحسن وأحمد تاريخيا بظهور أكبرهم الملقب بعماد الدولة عام 21 و300 من الهجرة. كان متوليا من قبل أحد ملوك الديلم واسمه مردويج. لما قتل المردويج أو مات، توسع هؤلاء الإخوة وتمت لهم السيطرة على بلاد فارس، ثم دخلوا العراق بعد قتال عدة مرات إلى أن دخلوا العراق واستولوا عليها سنة 34 و300. زحف إليها أحمد بن بويه ودخلها دون قتال، وصارت العراق تحت سيطرة بني بويه، لكنهم طبعا أظهروا الطاعة للخليفة وأخذوا ألقابهم منه على ما كان يحدث في ذاك الزمان. فلقب أحمد بمعز الدولة وبقي حاكما على العراق ونائبا عن أخيه عماد الدولة نيفا 20 سنة.
وأما ركن الدولة الحسن بن مبوي فقد حكم أصبهان وطبرستان وجرجان، حكم أخوهم الكبير عماد الدولة شيراز وما حولها، ولكنه هو المقدم فيهم الذي يسمعون كلامه. ركن الدولة هو نعم المقدم ركن الدولة؟ نعم، هو أخوهم الأكبر يعني. صحيح، وعاصر أدباء أيضا طبعا. صحيح، هو الدولة مع أنها كانت شيعية لكن الوزراء فيها كانوا يهتمون باللغة والأدب. صحيح، يعني ابن العميد وصاحب ابن عباد من الوزراء المشهورين المعروفين. صحيح، الذين كانوا يهتمون باللغة العربية وبالعلماء وبالأدباء من الشيعة ومن غير الشيعة، يعني اهتموا ب بابن فارس، وهو سني وليس شيعيا مثلا كمثال. صحيح، يعني كان الوزراء اهتمام كبير، أو في ذاك الزمان لم يكن فيه تعصب ضد اللغة العربية، بل كان التعصب للغة العربية. يعني بنو حمدان كذلك كانوا شيعة وكانوا يهتمون باللغة، وكان في بلاط الولاة والأمراء كثير من الشراء، منهم المتنبي ومن العلماء. صحيح، ابن خلويه وأبو علي الفارسي غير هؤلاء. في ذاك الزمان كان الوزراء يقومون بمهمة كبيرة، وهي احتضان العلماء والشعراء والأدباء والإغداق عليهم بالأموال وما شاكل ذلك. ولذا صار عندنا علماء في هذه الدويلة من العلماء المشهورين المعدودين. إذن دكتور محمود، نجدد ترحيبنا بك، وبعد هذه التوطئة التاريخية للدكتور حمدي عن الدولة البويهية، حدثنا عن الأدب والنقد في بلاد فارس في عهد البويهين. نعم، شكرا جزيلا لكم. في نفس السياق الذي بدأه أستاذنا حمدي، لما نتحدث عن البويهين فنحن نتحدث عن العصر العباسي. نعم، وبما فيه الأدب البويهي طبعا، خاصة كما قلنا في حلقات سابقة أن الدولة البويهية هي من أقرب الدويلات التي كانت قريبة مع عاصمة الدولة العباسية بغداد، وتداخلت مع العباسيين جغرافيا وثقافيا، حتى صار أدب البويهيين لا ينفصل عن الأدب العباسي لغة وفكرا. أدب هذه المرحلة كان أدبا لا تنقطع فيه الصلة عن ماضي الشعر، ولو لاحظنا الأدب العربي وتاريخه لوجدنا أن كل عصر من عصوره بما فيه من تغيرات وتطورات قريب الصلة بالأعصر الماضية، ولا سيما العصر الذي سبقه بصورة مباشرة، حتى نستطيع القول أن خروج الأدب العربي من المحلية إلى العالمية كان مع مثل هذه الظروف، حيث أن رجال الثقافة في الدولة البويهية لم يكونوا عربا ولم تكن أصولهم عربية، لكنهم دونوا لنا أدبا وشعرا بنفس المنهج الذي دونه العرب الأقحاح في الدولة الأموية أو في عصر صدر الإسلام والدولة الأموية وفي العصر العباسي الأول. طيب، نعم، يمكننا أن نقسم الأدباء الشعراء في عهد بني بوي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الأمراء والوزراء والأعيان، ممن كان لهم ذوق أدبي واطلاع واسع في الأدب والشعر، وأمثلتهم مثل ما ذكر أستاذنا حمدي الصاحب بن عباد وغيره. القسم الثاني هم الشعراء المحترفون الذين جعلوا من الشعر حرفة لهم، وصار الشعر وسيلة عيشهم، ويقوم شعرهم على المديح طبعا، لا سيما مدح الملوك والأمراء والوزراء، رجين بذلك الصلات والعطايا، فقد كانت حرفتهم ومهنتهم. القسم الثالث، الفئة الثالثة من الشعراء، هم ممن كانت لهم مهن وحرف ويعيشون عن طريق مهنهم لا عن طريق شعرهم. فلما يشيع أمرهم ويذيع صيتهم في الشعر يحترفونه وينتقلون إلى القسم الثاني، وهم الشعراء المحترفون. هناك أيضا ممن كان يقول الشعر حبا للشعر وتذوقا للأدب لا من أجل الأموال والجوائز، وهذا نجده كثيرا في علماء الفقه والحديث وغيره. إذا تركنا الأدب ونشاطه في عهد بني بويه وتناولنا النشاط النقدي، وجدناه في أتم صورة في هذا العصر، حيث انشغل أغلب النقاد بالصراعات والمنافسات بين الشعراء. وطبعا وأول ما نلتقي به من الكتب النقدية هو كتاب الموازنة الذي تناولناه فيما سبق، كتاب موازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي، ونلتقي كذلك في زمن لاحق بناقد للمتنبي وهو أبو علي الحاتمي البغدادي، رغم أنه ليس
يعني ليس مصفن. أصفهانيا، هو عربي، ولكن كتابه كتب في هذه المرحلة التي اشتد فيها النقاش حول المتنبي، خاصة من النقاد من غير العربي. وقد كان ظالما للمتنبي هذا الناقد. الحاتمي كما الصاحب بن عباد كما الصولي كانوا متشددين على المتنبي لظروف بعيدة عن الجوانب العلمية والفنية والذوقية. تصدى كما قلنا هذا أبو علي الحاتمي تصدى للشاعر للمتنبي ونقده نقدا ظالما في كثير من الأحوال، وله فيه رسالة عما وافق فيه المتنبي كلام أرسطو، حاول فيه أن يرد كثيرا من حكمة المتنبي إلى أقوال الفيلسوف لا أرسطو يعني ثم بقتله يدعي أنها يعني سرقات. بالضبط ليقول بأنه سرقات، وهذا كان من أهم الأسلحة التي وجهها المنتقدون للمتنبي. باختصار أنا ذكرت هذين المثالين لأشير إلى أن هذه المرحلة تميزت بكون النقد فيها كان انطباعا وتقييما لما كان موجودا في تلك المرحلة، ولم يكن التأسيس فيه إلا في المراحل صحيح. المتقدمة أو اللاحقة. والانطباع الموجود للأسف الشديد أثرت فيه النزاعات العصبية والشعوبية وغيرها، جميل. وهذا ما وقع مثلا مع المتنبي، حيث أن أغلب الذين انتقدوه ليس بسبب تمكنه من المعرفة واللغة، وإنما بسبب معطيات أخرى ارتبطت بالثقافة وبالسياسة صحيح. في كثير من الأحيان. إذا دكتور حمدي، ننتقل إلى عالم كبير وأديب جليل تحدثت عنه وهو الصاحب ابن عباد، فلنتحدث عن معجمه المحيط في اللغة. نعم، يعني الصاحب ابن عباد تولى الوزارة في دولة بني بويه، وكان مهتما كثيرا بالأدب. أولا هو أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباد ابن العباس ابن عباد ابن أحمد ابن إدريس الطالقاني. طالقاني. نعم، الوزير الملقب بالصاحب كافي الكفاه من أهل طالقان، سمع بالعراق والري وأصفهان الكثير. ولد في ذي القعدة سنة 26 و300، وكان نادرة الدهر وأعجوبة العصر في فضائله ومكارمه وكرمه. الثعالبي وهو سني يقول فيه: ليست تحضرني عبارة أرضاها للإفصاح عن علو محله في العلم والأدب وجلالة شأنه في الجود والكرم وتفرده بغايات المحاسن وجمعه أشتات المفاخر، لأن همة قولي تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه، وجهد وصفي يقصر عن أيسر فواضله ومساعيه، ولكني أقول هو صدر المشرق وتاريخ المجد وغرة الزمان وينبوع العدل والإحسان. يعني هذا يعني كلام الثعالبي في هذا الوزير، وهو أول من لقب بالصاحب في الوزارة، قيل لأنه كان صاحبا للعميد أو صاحبا للأمير. نعم، ركن الدولة. ركن الدولة. نعم نعم نعم. لكن المشهور أكثر أنه صاحب الأديب ابن العميد. ابن العميد نعم، هذا هو المشهور، وتعلم منه، ذلك سمي الصاحب، ولذا سمي الصاحب. نعم، تلمذ له. نعم نعم. طبعا كان يقرب الأدباء والشعراء والعلماء ويغدق عليهم من الأموال والأمور. له مصنفات كثيرة، نقف عند معجمه المحيط. نعم، هذا المعجم من مدرسة العين، يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي. ترتيب الحروف يعني ترتيب الصوتي، التقليدي. تقليدي. نعم، أفاد من الخليل وأفاد من تهذيب اللغة الأزهرية من ناحية، لأنه الكتب تقسم إلى أبواب. صحيح. فأخذ الأبواب أفادها من الأزهري، والكتب أفادها من الخليل، مع الاحتفاظ بأمور التقليبات. جميل. وفي هذا الكتاب المحطم المحيط يتميز فيه
بأنه يعتمد على تفسير واحد لللفظ لا يذكر التفسيرات المختلفة. هذا لا يتشعب يعني المتلقي يجده أيسر يعني يستطيع وكأنه صح. يعني لأنه اشتغل بالأدب يريد أن يضع متنا يحفظه المبتدئ أو الدارس للغة العربية حتى يرقى في أمور الأدب. وهذا ديدن رائع مهم. يعني نعم لا يحاول أن يأتي في كل لفظ بالأقوال الكثيرة المتفقة والمختلفة في معجمه، فالاستقصاء في التفسيرات التي تتعلق باللفظ الواحد معدوم عنده، وأكسبه هذا مظهر المختصرات برغم كبر حجمه، مع أنه كبير في الحجم كبير يعني. لأنه سماه المحيط نعم. قلل من أمور الشواهد يعني ليست كثيرة. الانفراد بالألفاظ يعني مما انفرد فيه، ولذلك صفوة القول في هذا المعجم أنه لم يجدد في حركة المعاجم من ناحية التنظيم شيئا. وكل ما أضافه إلى هذه الحركة كان في جانب المادة، إذ أتى بكثير من الألفاظ والمعاني التي لم يذكرها من قبله، فهو كالاستدراك على المعاجم التي سبقت. إذن نبقى مع الصاحب ابن عباد مع الدكتور محمود بن رأس، ونرجو منك الاختصار، حدثنا أكثر دكتور من جانب الأدب والنقد عن هذا الأديب. نعم شكرا جزيلا لكم. طب نعم، مثل ما ذكر أستاذنا حمدي، صاحب ابن عباد لم يكن فقط كاتبا موهوبا أو وزيرا قديرا فحسب، وإنما جمع إلى ذلك مشاركة في علوم كثيرة، فله معرفة ورواية في الحديث النبوي، يتسمع الحديث من أعلامه في العراق والري وأصبهان، وترجم له الحافظ الكبير أبو نعيم الأصبهاني المحدث في كتابه ذكر أخبار أصبهان باعتباره محدثا لا باعتباره رجل دولة، وذكر في أخباره أنه كان يناظر ويدرس ويملي الحديث ويدرس ويملي الحديث، وعقد له في وقت من الأوقات مجلسا للإملاء وإلقاء الدرس، فاحتفل الناس لحضوره واحتشدوا لسماعه، وكان ممن يكتب عنه القاضي عبد الجواد. نعم الدكتور محمود، إذن سنعود إلى دكتور محمود مرة أخرى. قبل فاصل ديوان العرب دكتور، حدثنا باختصار متفضلا عن عالم آخر، عالم كبير، أحمد بن فارس، وعن كتابه الصاحبي في فقه اللغة. نعم تفضل. ابن فارس هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب القزويني الهمذاني، ولد بقزوين ونشأ بهمذان، ثم حمل إلى الري ليقرأ عليه مجد الدولة أبو طالب بن فخر الدولة علي بن ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمي، الدولة البويهية يعني، نقل ليقرأ هذا الأمير عليه أمور اللغة، يعني مع أنه سني لكن كانت في هذه الفترة الأمور متداخلة. صحيح. نعم، وخاصة من الولاة الأوائل أو الأمراء الأوائل، لم يكن عندهم التعصب مثل الأجيال التي أتت بعد ذلك في الدولة البويهية التي أدت إلى سقوطها بعد ذلك. صحيح. نعم، وهو من أعيان أهل العلم وأفراد الدهر، وهو بالجبل كابن لنكك بالعراق، يجمع إتقان العلماء وظرف الكتاب والشعراء. نعم. في يتيمة الدهر الثعالبي يترجم له ويتكلم عنه لأنه كان شاعرا، كان بهمذان من أعيان العلم وأفراد الدهر، يجمع إتقان العلماء وظرف الكتاب والشعراء، ثم يقول وهو بالجبل كابن لنكك بالعراق وابن خالويه بالشام وابن العلاف بفارس وأبي بكر الخوارزمي بخراسان، وله كتب بديعة ورسائل مفيدة وأشعار مليحة. نعم. ونذكر شيئا من شعره، هو توفي سنة 95 و300 من الهجرة. من أشعاره: اسمع مقالة ناصح جمع النصيحة والمقة، وإياك واحذر أن تبيت من الثقات على ثقة. وله أيضا: إذا كنت في حاجة مرسلة وأنت بها كلف مغرم، فأرسل حكيما ولا توصيه، وذاك الحكيم جميل. هو الدرهم. جميل. نعم. دكتور ننتقل إلى الكتاب باختصار. الكتاب يعني الصاحبي طبعا هو ألفه للصاحب ابن عباد. نعم، ولذا سماه الصاحبي. وهو من الكتب المعتمدة في كتب فقه اللغة، الكتب الكبيرة العامة التي تبدأ بالخصائص لابن جني وبعدها الصاحبي،
لابن فارس، وبعد ذلك فقه اللغة والسيرة العربية للثعالبي، ثم بعد ذلك المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي. هذه الكتب التي تعد من كتب فقه اللغة العامة، ليست الخاصة بجزء معين وإنما العامة، جمع فيها، وإن كان هو يجمع أو يتحدث في كتابه هذا عن موضوعات أخرى غير موضوعات فقه اللغة، موضوعات نحوية، موضوعات بلاغية. صحيح. لأن فقه اللغة عندهم كان أوسع. مما صار عند المحدثين. نعم. إذن مشاهدينا، فلنتوقف الآن مع فقرة ديوان العرب. ستكون هذا الأسبوع مع الشاعر أبي نواس وشعره بين المجون والزهد. أبو نواس، الحسن بن هانئ، الشاعر العباسي الشهير، شاعر الخمر والمجون القائل: ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر، ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر، فما العيش إلا سكرة بعد سكرة، فإن طال هذا عنده قصر الدهر، فبح باسم من تهوى ودعني من الكنى، فلا خير في اللذات من دونها ستر، ولا خير في فتك بدون مجانة، ولا في مجون ليس يتبعه كفر. قال عنه الإمام الشافعي: لولا مجون أبي نواس لأخذت العلم عنه. وقد رآه بعض أصحابه في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بأبيات قلتها وهي تحت وسادتي، فوجدوها برقعة في خطه. يا رب إن عظم الذنوب كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم أني مسلم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: اللغة العربية في تركيا وبلاد المشرق الإسلامية الجزء الرابع. نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من أنقرة، الأستاذ الدكتور يعقوب جوالق، أستاذ اللغة العربية بجامعة أنقرة يلدنم بايزيد. مرحبا بكم أستاذنا الدكتور يعقوب، وكنت قد تحدثت في حلقة سابقة كيف أن الأتراك في تلك الحقبة يعني بدأوا يخدمون اللغة العربية، وأصبحت هي يعني لغة العلم في ذلك الزمان للأتراك. إذن من هذا المجال، ماذا قدم الأتراك دكتور بعد إسلامهم للإسلام، وخصوصا في مجال العلوم الإسلامية واللغة العربية؟ شكرا جزيلا يا دكتور النصير. كما قلت قبل قليل أو يعني في الحلقة السابقة، أن الأتراك أو غير، يعني لا نقول أتراك عامة، يعني عامة الأمة العرب غير العربية خدموا اللغة العربية كثيرا، ويعني علماء في اللغة العربية في الأدب العربي ظهر من بين الغير العرب. وبالنسبة إذا نظرنا إلى الخدمات أو إسهامات الأتراك للدين الإسلامي أو للعالم والحضارة الإسلامية، نجد أشياء كثيرة وأمور عظيمة جدا. مع دخول المسلمين، مع دخول الأتراك باعتناق الأتراك بالإسلام، قدم العديد من الإسهامات في مجال الثقافة والفن والعلوم، خاصة في مجال الجيش والإدارة. كما قلت يعني العلاقات بدأت أولا في أول الأمر في مجال الجيش. وغير هذا، وكان أعظم مساهمة الأتراك في الحضارة الإسلامية
في المجال الإدارة والجيش والحكم. يعني من ذلك دكتور يعقوب إذا سمحت لي، من ذلك مثلا يعني قادة كبار في العالم الإسلامي، مثلا دولة طولونية، مثلا أحمد بن طولون في مصر هو تركي الأصل، وهكذا يعني هذا مثال بسيط. صحيح. يعني طبعا إذا يعني أنت يعني أشرت إلى أمثلة، يعني أنا لم أشر إلى الأمثلة، وهناك أمثلة ممالك أيضا غزنوية والكرخانية، كل هذه الدول الذي أو التي قبلت الإسلام أو شعوبها قبلت الإسلام خدموا الدين الإسلامي والحضارة العربية والإسلامية. بعد ذلك بعد إسلام الأتراك اكتسبت علوم الإسلامية عند الشعب التركي شعبية كبيرة جدا جدا في مجال العلوم الدينية، مثلا في البخاري، إمام بخاري ومسلم والترمذي، كل أئمة الأحاديث من الأتراك، من ما وراء النهر، من شرق آسيا، والترمذي أيضا هو من مدينة ترمذ، وكل هذه العلماء في علوم الدينية غير علوم الدينية، خوارزمي، فارابي، ابن سينا، فلاسفيون، والعلماء في الهندسة، في الأسترونومي، كل هذه العلوم الأتراك خدم الحضارة الإسلامية. صحيح. أيضا تطور الثقافة التركية الإسلامية، يعني هناك طبعا الثقافة التركية تأثرت بالثقافة العربية. صحيح. تطور الثقافة التركية الإسلامية وتحققت أعمال، ويعني علماء الأتراك قدموا كتب كثيرة في مجال الثقافة في الأدب وفي العلوم الإسلامية، كما قلت يعني هم كتب كتبهم العلمية باللغة العربية. في عهد السلاجقة كلنا نعرف أسست مدارس النظامية، يعني في العلوم الدينية، فطبعا كان هناك في حطر المغول أو حطر الشيعة، الدولة العثمانية واجهت، أو ليست عثمانية، دولة في أواخر الدولة العباسية، يعني السلاجقة قام بدور كبير في هذا المجال. صحيح. ويعني أيضا مثلا حتى يقول بعض الباحثون الأوروبيين لو لم يكن الأتراك عقبة أو يعني عقبة أو يعني مانع أمام المناطق العربية ضد الهروب الصليبية منذ مئات سنين لم نجد حالا، إذا لم يكن هذا المانع لم نجد حالا في هذه المناطق ولا اللغة العربية ولا الشعوب. صحيح. العربية. لأن كل هذه المناطق كانت ستكون تحت احتلال الصليبيين، ونحن نعرف الأحوال أو عاقبة المسلمين في الأندلس. يعني لما دخل الصليبيين أو المسيحيين يعني حربوا تغربوا مثل المغول. ولذلك الأتراك بعلومهم بقياداتهم العسكرية والحربية وبعلمائهم التجربية يعني أصبحوا عقبة أو يعني مانع أمام الحملات الصليبية والعدوانية على المناطق الإسلامية والعربية. ولذلك لا يمكن ليس للأتراك فقط، لا يمكن لأحد أن ينكر هذه الحقيقة. بالتأكيد. هذه الحقيقة التاريخية موجودة أمامنا. بالتأكيد. ولذلك لابد أن ننظر إلى هذه النقطة المهمة. وأيضا حالا الأتراك يعني يواصلون الخدمات أو إسهامات للمناطق العربية والإسلامية. صحيح. لأن الدين الإسلامي أصلا يأمرهم أن يختم للأمة الإسلامية بسبب إيمانهم. هذا المبدأ هم منذ الأصول القديمة حتى الآن يواصلون خدماتهم أو يعني يؤتون إسهاماتهم للمسلمين إن شاء الله. نعم أستاذ، أنا عبر سكايب من أنقرة، أستاذ دكتور يعقوب جوالق أستاذ اللغة العربية بجامعة أنقرة يلدنين بازيد، نشكرك شكرا جزيلا على هذه الإسهامات والمشاركة في رفد برنامج لسان العرب. شكرا جزيلا لكم. إلى اللقاء. إذن مشاهدينا الكرام أيضا مستمرون في هذه السلسلة، ونحن نتحدث عن اللغة العربية في تركيا والمشرق الإسلامي، وننتقل الآن إلى دكتور محمود بن راس هاتفيا من الجزائر. دكتور محمود، حدثنا أيضا عن ابن فارس الناقد الآن.
نعم، شكرا جزيلا أستاذ الكريم. طبعا مثلما تابعنا الدكتور حمدي أشار في بعض المواضع إلى أحمد بن فارس العالم اللغوي الكبير الذي اشتهر بآرائه اللغوية المتميزة في عصره، وعرف بكثرة مصنفاته خصوصا مقاييس المعجم المشهور. بالضبط بالضبط، هو مصنف الصاحبي والمقاييس. باختصار يعتبر ابن فارس من رواد النقد اللغوي، يعني باعتبار أنه هو لغوي بالدرجة الأولى، فقد استغل مهارته اللغوية في النقد الأدبي. ويبدو لنا أن هذه الظاهرة، يعني التي هي النقد اللغوي، تعد لصيقة بفكرة الأصول التي نفذها ابن فارس، وهي فكرة نجدها عند اللغويين من لدن الخليل بن أحمد وغيره. فكرة الأصول التي نفذها ابن فارس في المقاييس، فعن هذه الفكرة صدرت أغلب أحكام ابن فارس النقدية التي يمكن أن تقسم بناء على ما يوجد في معجم مقاييس اللغة على 4 أقسام: نقد المادة اللغوية، ونقد الألفاظ وتفسيرها، ونقد اللغويين، ونقد الشعر. اتبع ابن فارس مناهج متعددة في التعامل مع المواد اللغوية التي تلقاها عن شيوخه، ويلخص بعض الدارسين منهج ابن فارس في النقد اللغوي في 3 أمور: إصدار الأحكام بالضعف، وثانية المقارنة المجردة، وثالثها المقارنة مع الترجيح. نقد ابن فارس في المقاييس وفي غيره من المصنفات نقد حتى بعض اللغويين، يعني ينتقد يعني الذين سبقوه أو الذين عاصروه، لكن باعتبار أن اللغويين يكونون أكثر علمية وأكثر دقة، ليسوا مثل الأدباء الذين يشوب نقدهم أو تقييمهم الكثير من الانطباع والذوق، إضافة إلى النزعات السياسية والثقافية. كما قلت، انتقد بعض اللغويين، لكن الناظر في ملاحظاته النقدية الموجهة إليهم يلمس فيها تلك القوة في محاججتهم والجرأة في تغليظهم. لماذا؟ لأنه يمتلك الآلة، لأنه اعتمد اللغة. وكما نعرف، اللغة علم مضبوط، صحيح. لا يعني لا يحتكم إلى الذوق ولا إلى الفن. ومن النادر دكتور عفوا أن تجد يعني لغويا ينتقد الخليل مثلا، فهو قد بالضبط. انتقد الخليل. نعم بالضبط، انتقد الخليل، وانتقد حتى يعني كل أساطين اللغة العربية. لذلك فإنه لن يتحرج بأن ينتقد أديبا أو شاعرا، مع احترامه وتقديسه لكل هؤلاء الذين سبقوه. وهذا باد بشكل واضح في الألفاظ وفي التعابير التي يستخدمها أثناء نقده لهم. نعم دكتور حمدي، بالنسبة لأبي هلال العسكري نتحدث عن كتابين شهيرين له، التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، ثم معجم الفروق اللغوية. نعم. أبو هلال أولا هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، ولد في عسكر مكرم وإليها نسبته، وانتقل إلى بغداد والبصرة. في معجم الأدباء يقول سألت الرئيس أبا المظفر محمد بن أبي العباس الأبي وردي رحمه الله بهمذان عنه، فأثنى عليه ووصفه بالعلم والعفة معا، وقال كان يتبزز يبيع البز بعيدا عن أمور الأمراء وغير هؤلاء، احترازا من الطمع والدناءة والتبذل، وكان الغالب عليه الأدب والشعر، وله كتاب في اللغة وسماه بالتلخيص كتاب مفيد، وكتاب صناعتي النظم والنثر، وهو أيضا كتاب مفيد جدا. ومن جملة من روى عنه أبو سعد السمان الحافظ بالري وأبو الغنايم إلى آخره من هذه الأقوال. طبعا مع أن أبا هلال من العلماء الذين تركوا لنا ثروة علمية يعني جيدة، لكن لا نعرف تاريخ مولده ولا تاريخ وفاته، يعني لم تذكر كتب التراجم شيئا عن مولده ولا عن وفاته، لكنه توفي بعد سنة 95 و300. نعم، الكتابان التلخيص في كتاب التلخيص في معرفة الأشياء، هذا الكتاب معجم من معجمات المعاني، معجمات الموضوعات،
ومعروف يعني سلسلة من حلقة في سلسلة من سلسلة معجمات الموضوعات. وطبعا هذا الكتاب كتاب يعني أحسن فيه أبو هلال التبويب والتنظيم، فجعله في 40 بابا، وجعل كل باب منها في معنى من المعاني العامة الواسعة، وقسم كل باب إلى فصول صغيرة في الفروع الخاصة للمعنى العام الذي يبنى عليه الباب، وهو مقتصد في الشواهد الشعرية وفي الرواية عن القدماء. ننتقل إلى كتاب الفروق، وهو مشهور طبعا. كتاب الفروق طبعا نعم معروف بأن أبا هلال في هذا الكتاب لا يقول بالترادف في اللغة. صحيح. نعم، ومعروف نظرية الترادف، من العلماء من يقول بالترادف، ومنهم من لا يقول بالترادف، ومنهم من يقول بالتقارب، كلام كثير. وأبو هلال في كتابه الفروق اللغوية لا يقول بالترادف مطلقا، اختلاف المادة يدل على اختلاف المعنى، يعني هو يقول انه هناك معنى دقيق في معنى دقيق، يعني الفاظ متقاربة ليست مترادفة. ليست مترادفة. صحيح، فيه معنى دقيق بينها، علما بأنه في المعجم التلخيص في معرفة أسماء الأشياء يذكر أمور الترادف. وأغلب الذين العلماء الذين منعوا الترادف نهائيا في تطبيقاتهم قالوا بالترادف. لماذا؟ لأنه ليس الترادف التام، إنما هو تقارب. تقارب لفظي. صحيح. أو هذه اللفظة استخدمت في قبيلة وهذه استخدمت في قبيلة أخرى، وموضوع جمع اللغة هو الذي أدى إلى هذا الأمر. نعم. فيما تبقى من الوقت، باختصار لو سمحتم دكتور محمود، حدثنا عن أبي هلال العسكري، نبقى معه، وعن كتاب أدبي مهم هو كتاب الصناعتين. نعم، شكرا جزيلا لكم أستاذي الكريم. يعني الدكتور حمدي متفضلا شرح لنا الشق المتعلق باللغة فيما يتعلق بأبو هلال العسكري، لكن أبو هلال العسكري لديه جهة أخرى منيرة كذلك متعلقة بالأدب والنقد، متمثلة في كتابه الصناعتين الذي يتناول الأعمال النثرية والشعرية التي تناهت إليه من عصر الجاهلية حتى زمن تأليفه للكتاب في القرن الرابع الهجري طبعا. كتاب الصناعتين، لكتاب الصناعتين يعني مثيل علمي سبقه في الوجود، وهو كتاب أرسطو عن الشعر. تناول فيه المعلم الأكبر كما يسمى أرسطو تراجيديات اليونان الكلاسيكية المشهورة على مستوى العالم. وفي كتابه يعني أرسطو عمل على استنباط قوانين فن الدراما تماما مثل ما فعل أرسطو فعل أبو هلال العسكري، حيث أخذ في تقليب أشعار العربي وكتاباته مستعينا بثقافته العميقة ومعارفه الكبيرة وتمكنه من لغة العرب، فكان رحمه الله مثل السائغ المحنك. جميل. الخبير الذي إذا جاءت له يعني امرأة لتبيع سلسلة أو محبسا أو شيء من هذا ميز بين أنواعها وميز بين الصحيح من السقيم. كما أن كتاب أرسطو يتحدث عن الدراما والشعر، فكذلك أتى كتاب الصناعتين يعني النثر والشعر ثنائي الوظيفة، إذ يمحص النثر والقصيد ويضع مفتاحا للنقد الأدبي ألا وهو البلاغة. والبلاغة ليست تذوقا انطباعيا يعني كما يرى العسكري، فالذي يقرأ العمل ثم ينقده أو ينقضه ويقول أنه لا يعجبه لسبب شخصي أو لانطباع يخصه دون قواعد علمية محكمة فهو عامي كما يقول أبو هلال العسكري، يتخفى في زي الناقد والأديب. يعني باختصار أبو هلال العسكري باعتبار أنه متأخر في يعني في كوكبة علماء الأدب والنقد، واطلع على من سبقه، حاول أن يضع أساسا وميزانا وقانونا للنقد حتى يبتعد عن الذوقية والشخصية والانطباعية التي سبقته وشاهدناها في الصراعات التي كانت بين أبي تمام والبحتري، أو الجدل الذي كان قائما حول المتنبي وغيره. صحيح. لذلك جاء بعض النقاد أمثال أبو هلال العسكري وحاولوا وضع قانون للنقد يرى أبو هلال العسكري أنه يتمثل في البلاغة وعلومها. إذن في ختام فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، نشكر ضيفنا هاتفيا من مدينة ورقلة في الجزائر دكتور محمود بن راس، أستاذ اللغة العربية المساعد بجامعة جيرسون التركية. شكرا جزيلا لكم دكتور محمود. العفو، أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع وقفة قصيرة وفقرة سيرة عالم، وستكون هذا الأسبوع مع أحمد بن فارس صاحب المقاييس. أحمد بن فارس رائد فقه اللغة العربية، هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب القزويني، ولد في قزوين في أوائل القرن الرابع الهجري. أخذ عن كثيرين منهم والده فارس بن زكريا وأبو بكر أحمد بن الحسن الخطيب راوية ثعلب وأبو الحسن علي بن إبراهيم القطان وغيرهم كثير، وتتلمذ على ابن فارس الصاحب بن عباد وبديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات وأبو الفتح بن العميد والقاضي أبو زرعة وغيرهم. أما علومه فكانت متنوعة شاملة، ولا سيما علم فقه اللغة، فقد كانت له اليد الطولة وألف مجموعة من كتب اللغة في هذا الشأن، خصوصا كتابه الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها. وقد أثر ابن فارس المكتبة العربية بمعجم سماه مقاييس اللغة، وهو من أضخم المعجمات العربية وأعظمها، وله معجم آخر اسمه مجمل اللغة. توفي العلامة ابن فارس سنة 95 و300 من الهجرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني. عنوانها هذا الأسبوع: اللغات في القرآن الكريم، الجزء 16. حياكم الله مشاهدينا في البيان القرآني، ما زلنا في سلسلة اللغات في القرآن الكريم في الجزء 16 إذن، ونبدأ من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، في سورة هود. الدكتور، ما معنى غيض هنا وما لغتها؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر السيوطي عن أبي القاسم في لغات القرآن في قوله تعالى: وغيض الماء، قال: نقص بلغة الحبشة، وذكر مثله الواسطي. الكلمة عربية لوجودها بمشتقاتها المختلفة في العربية. قال السمين الحلبي: وغيض الماء أي نقص، يقال غاض الماء يغيض غيضا، وغاضه الله يغيضه غيضا أي نقصه، فيكون لازما ومتعديا. صحيح. نعم. نحو نقص وزاد، فإنهما يكونان لازمين ومتعديين. وفي الحديث: وغاضت بحيرة ساوة أي نضب ماؤها. وفي المثل: أعطى غيضا من فيض أي قليلا من كثير. هذا غيض من فيض. نعم. نعم. وفي الحديث: إذا كان الشتاء قيضا وغاضت الكرام غيضا. هذا حديثان، هذان حديثان أصبح في المادة. نعم. نعم. أي بحيرة ساوة ولا. نعم. فنوباد من أجل القيض. وقولهم: غاضت الدرة أي نقص اللبن. كلها شواهد يعني. نعم، فالكلمة عربية. من ذلك أيضا إذن مشاهدينا الكرام في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. دكتور، أسكنك الله الفردوس الأعلى، ما معنى إن شاء الله وجميع المشاهدين وإياكم، ما معنى الفردوس وما لغتها؟ السيوطي يذكر عن ابن ابي حاتم بسنده وابن جرير بسنده، قال عن ابن جريج عن مجاهد قال: الفردوس بستان بالرومية. وقال غيره، سعيد بن جبير قال: الجنة بلسان الرومية الفردوس. وقال غيره الجواليق يقول: الفردوس بالسريانية وقيل بالرومية. البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين، إلى آخره من الأقوال. الفراء يقول يذكر بأن الفردوس من توافق اللغات. يقول: وقوله الفردوس، قال الكلبي: هو البستان بلغة الروم. قال الفراء: وهو عربي أيضا.
العرب تسمي البستان الفردوس. جميل. نعم. ويذكر الزجاج اختلاف العلماء في الفردوس، ثم يذكر ما يبين أنه من توافق اللغات كذلك. يعني موجود في العربية وموجود في الرومية وموجود في السريانية وموجود في غيرها. هذا اسمه توافق اللغات. جميل. وهذا الرأي الذي قال به ابن جرير الطبري. نعم. نعم. من ذلك أيضا إذا مشاهدينا الكرام في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها في البقرة. ما معنى فومها هنا دكتور وما لغتها؟ السيوطي يذكر عن الواسطية هي الحنطة بالعبرية. الزجاج يقول الفوم الحنطة ويقال الحبوب، وقال بعض النحويين إنه يجوز عنده الفوم ها هنا الثوم. يعني لها معنيان ممكن. إما الفاء أصلية معنى الحنطة أو الفاء مبدلة من الباء من الثاء يعني الثوم. نعم. متناسبة مع البصل. نعم. يعني يحتمل المعنيين. نعم. والعلماء ذكروا المعنيين. نعم. الزجاج يدل على أن اللفظ طبعا فيه بعدما ذكر كلاما كثيرا يبين أن اللفظة عربية أو من المشترك السامي. نعم. نعم. ولذا قال الفوم الزرع أو الحنطة وأزد الشرات يسمون السنبل فوما الواحدة فومة. أها في الأزد في اليمن. الأزد نعم قبيلة يعني صحيح. فرع من فروع الأزد قبيلة يمنية. صحيح. يسمونه فوما فهي عربية أو من المشترك السامي. من المشترك نعم. السامي صحيح. من ذلك أيضا مشاهدينا الكرام في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا في الأنعام. ما معنى قراطيس هنا دكتور وما لغتها؟ نعم. يذكر السيوطي عن الجواليقي يقال إن القرطاس أصله غير عربي. يقال بصيغة التمريض. نعم. 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 طبعا كلامه بصيغة التمريض يدل على أن الكلمة ليست أعجمية وإنما هي عربية. قال الهروي قال ابن عرفة العرب تسمي الصحيفة قرطاسا من أي شيء كانت. وذكر السمين أنه أعجمي معرب وقال والقرطاس الصحيفة يكتب فيها تكون من رق وكاغد إلى آخره من الكلام، وقرئ بالضم شاذا نقله يعني الفصيح بكسر القاف قرطاس وقرطاس. ومنهم من قال بأنها مثلثة في التاج. القرطاس مثلثة القافي. الضم قراءة أبي معدان الكوفي. قال شيخنا أطلق في التثليث فاقتضى أنها كلها فصيحة واردة، وقد وردت إذن في لسان العرب يعني من اللسان العربي. نعم. قرطاس. نعم. يعني طيب. وفيه قرطسة. نعم. كجعفر. ونعم نفس الأوزان في الأوزان. صحيح. وذكرت بعدة أمور وذكر نعم. لها جمع. نعم. وذكرت بعدة معان. القرطاس بالكسر الجمل الآدم ونقله الصغاني وعن ابن القرطاس الجارية البيضاء المديدة القامة. لو كانت أعجمية أيضا أكثر من معنى لكان لها معنى وزن واحد ومعنى واحد. صحيح. نعم. فيما تبقى من الوقت إذن مشاهدينا الكرام في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم في آل عمران. ما معنى القسط هنا دكتور وما لغتها؟ يذكر السيوطي عن ابن أبي حاتم بسنده عن مجاهد قال القسط العدل بالرومية. نعم. نعم. طبعا كلمة القسط كلمة عربية لفظا ومعنى لوجودها بمشتقاتها ومعانيها المختلف في العربية. قال الجوهري القسوط الجور والعدول عن الحق. وقد قسط يقصد قسوطا قال الله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والقسط بالكسر العدل تقول منه أقسط الرجل فهو مقسط ومنه قوله تعالى إن الله يحب المقسطين. والقسط أيضا مكيال وهو نصف صاع. والقسط الحصة والنصيب يقال تقسطنا الشيء بيننا. جميل. وقال الهروي قائما بالقسط أي بالعدل والإقساط والقسط العدل. ومنه الحديث إذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا أي عدلوا. نعم. عدلوا. نعم. إلى آخره من الكلمات والأمور التي تدل على أن الكلمة عربية.
إذن في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية بجامعة جيريسون التركية، جزاكم الله خير الجزاء أستاذنا. وياكم الله خيرا وأكرمكم الله. آمين وياكم. مشاهدينا الكرام نلقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله وحفظه.